عندنا قالوا لينا خرجوا الدار هريبه خصكم تخرجوا تمشيو تخرجوا تنكريو ليكم بحال اللي داروا لجيراننا حنا تبعنا جيراننا شنو كيداروا معاهم درنا حنايا ما خدينا لا ورقه ما خدينا حتى حاجه خرجنا كرينا كاين اللي كرا 4 شهور كاين اللي كرا 3 شهور كل واحد وشنو دار ملي جينا عند اييه باش يصايبوا لنا الدار مشينا حنا كرينا ملي مشينا عندهم قلنا لهم ودي خلصوا لنا الصراحه حنا كارين خلصوا لنا قالك حنا ما عندناش ما قلناش لكم خرجوا تبدل السيستم عندنا ما نديروا لكم لك حنا السوحنا خارجين كارين 2000 درهم الشهر غنعوضوهم السكريو اخرج كي نعطيو 2000 درهم ديالهم الشهر بما واحد مدير العام خرجنا بقينا كنمشيو ونجيو حنا كنخلصوا كل هكذا فمنصور ما عطاونا والو جانا لديرنا حنا حنا اش غنقول لك اوليدي حنا مخلوعين اللي برا يعيط لينا واللي عنده شي عائله في برا خارجه هنا يعيط لينا واش نتوما متولا باقا اختي البارح دارت لي حيحه في الطاليان قالت لي واش انت باغيه تموتي واش انت باغيه تموتي راه هذيك الدار فيها الموت قلت لها غنبرك تما تيحن الله شوف الدار كي دايره شوف 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 الضويت هي كذا شوف الصح كي دايره توا ونتفرجنا شحال من واحد ديال الجوج ناس كلشي ساكن ايوا دابا حنا اللي بغينا حنا بيد الله اما نموتوا اما يديروا معنا حل اما نحيوا اللي بغى الله هو اللي غادي يكون ما عندنا جهد ما عندنا جهد حنا كنتساينوا فيهم كنتساينوا في الله اكثر منهم هما كنتساينوا في الله نتواجدوا ب 68 زنقة العريش اللي هي شقة بناء على القرار اللي عندنا هذا القرار اللي كيهضر عليها في 10 افريل بانه راه كتشكل خطر على الساكنة وعلى المرة اليوم حنا في 13 يعني اليوم حنا في 13/1/2021 ومازال ما داروش الاصلاحات الباع من بعد مجموعه من التدخلات وهذا جابوا هاد الجوج حديدات لهاد الاسره هادي واش كنتسناو هاد الاسره اللي هما ولاد البلاد وهذا تطيح لهم الدار عاد نديروا لهم جنازه ونبداو نبكيو عليهم كنتمنى انهم المسؤولين على مستوى مدينه الدار البيضاء وخصوصا الوكاله الحضريه لانه هنا كنتواجدوا في برنامج ديال اعاده هيكله المدينه القديمه انه في اسرع وقت يجيو يصلحوا لهاد الناس لان الا وقعت شي حاجه فالارواح سيتحملها مدير الوكاله الحضريه السيد عامل مدير الوكاله الحضريه وشكرا